بغيت انا نتكلم معكم اليوم بالنسبه قرايه في روسيا. بيعني اليوم روسيا ولات واجهه مطلوبه بزاف بالنسبه للطلاب من المغرب، كيمشيو باش يقراو في لا ميديسين، في انجينيوري والاركيتكتور وبزاف ديال المهنات. والدوسيه ديالكم خاصة تبريبارا من هنا من المغرب، خاصة توجد هنا. يعني دوسيه هو لو باسبور، لو باك، لو ريلفي دو نوت ولي زاناليس، هما اللي مطلوبين منكم في كليه. وبالنسبه لهذاك الشيء بغيت نقول لكم ديروا بزاف لاتونسيون من الناس اللي بطريقه الانترنت وبالطريقه اليوتيوب فيسبوك او انستغرام وتكلموا معكم. يعني لا قدرت تمشي زعما كتكونش عندك الباك ولا ما كتكونش عندك لو غولفي، ما تكونش عندك كاع ما تصيفطش لي اوراق تمشي تقراي، هذا غير صحيح. الدوسي ديالكم خاصة تكون واجد من المغرب وكتمشي بطريقه رسميه في لاجونس رسميه باش تصوب وتقاد الاوراق ديالكم وتخرج فيزا ديالكم وتمشيو كتقراو ان شاء الله. بالنسبه لهذاك الشيء كاينين اسئله من دراري واش قدروا نمشيو روسيا ونقراو ونخدموا في نفس الوقت. نقول لكم ونصيكم مالوغوزمون في روسيا ما كاينش هذيك امكانيه، بان قرايه في روسيا بالنسبه للتوقيت ديالها ما كتخليش لكم الوقت باش تخدموا وكتقراو. يعني شي واحد اللي باغي يمشي روسيا خاصة دير راسو بان كتمشي وكتقرا. بيان سور كاين عندكم الصيف قدروا تشوفوا هذيك الوقيته، ولكن اكثريه ديال الطلاب بغاو يرجعوا للمغرب ودوزوا الفاكونس ديالهم هنا. وكما قلت لكم بغيت نوصيكم على واحد حاجه هي ناصب. ناصب هو يعني الناس اللي كيقراو تما في روسيا، اما كاينين الناس اللي ما كيقراوش ولكن كيعرفوا شي واحد كيقول اجي نسجل لك ونصوب لك ونقاد لك ونصيفطك لانفيتاسيون. وعافاكم هذاك الطريقه غير صحيحه، ما تمشيوش بهذيك الطريقه، بان هذوك الناس اما راح تديو فلوسكم وراه ما دير لكم والو، اما كتصيفطوا لكم لانفيتاسيون ولكن اللي وصلوا تما باش بداو قرايتكم وما تلقاوش، اما ما تلقاوش قرايه مخلصه بالنسبه للطريقه الرسميه، اما ما تلقاوش لي سكن جامعي، اما ما تلقاوش بزاف الحوايج. وكما كنقول لكم هذوك الناس ما كيديروش معكم سويفي ديال الدوسيه ديالكم، باسكو هما بانهما ماشي مسؤولين عليكم، ما عندكمش معكم لو كونطرا، ما عندكم بيناتكم ما كاين حتى شي علاقه رسميه. يعني هو اي واحد كيقول لك لا ما كنعرفكش اسمح لي. دونك هو كتسمى طريقه الناصب. عافاكم خاصكم تشوفوا في لي زاجونس الرسميين اللي مقبولين في السفاره وفي القنصليه بالنسبه للتسجيل ديالكم في الكليات الروسيه.